أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين إظهار العداوة والبغضاء للكفار والمشركين، كما في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وبين برهم والإحسان إليهم كما في آية الحشر؟ وهل يستوجب إظهار العداوة والبغضاء الغلظة عليهم والجفاء في الحديث معهم؟ يا أخي، لا تعارض بين بغض الكفار وبين الإحسان إلى من لم يسئ إلينا. ما هو بإحسان إليهم كلهم، لا، من لم يسئ إلينا فإننا نحسن إليه، أو من أحسن إلينا منهم فإننا نحسن إليه من باب المكافأة والمعاملة، هذا من التعامل والمكافأة، وليس هو من الموالاة، ليس هو من الموالاة، فلا تعارض بين الآيات. نعم.